مرحبا وأهلا فيكم. الدراما السورية بشهر رمضان تأخذ حيز أكيد من حياتنا بشهر رمضان أكثر من غير أشهر. هذا يعني الضخ الدرامي، إلا كل واحد مننا بيحضر مسلسل أو اثنين أو حتى أكثر حسب مشاغله ووقته. ونحن بنتمنى للدراما السورية الاستمرار، وأنه دائما يكون من نصيبها النجاح. يمكن هي تكون الإنجاز الوحيد اللي تقدم عكس كل شيء في سوريا في فترة حكم الأسد. الشيء اللي لاحظته طبعا مثل العادة في سجال مسلسلات محسوبة على المعارضة، مسلسلات محسوبة على النظام، وممثلين محسوبين على المعارضة وممثلين محسوبين على النظام. بكل الأحوال أنا برأيي أو بتمنى النجاح لكل الدراما السورية بغض النظر عن المشارك فيها، لأن هذا شيء سوري، المواقف تتغير، ولكن هل صناعة من المهم أنه تضل متقدمة ونتمسك بنجاحها. كل سنة في أكثر من مسلسل بيتصدروا العناوين. اليوم بدي أحكي عن مسلسل تاج بالتحديد. على الرغم يعني احنا شفنا لقاء الأسد الأخير مع الفنانين، و يعني في كثير من اللي التقاهم الأسد هن موجودين بمسلسل تاج، وفي كثير ناس بيحسبوا هالمسلسل على أو للنظام. الحقيقة عم نلاحظ شغلة أنه أصبح من غير الممكن أنه يكون اليوم في دراما تصب في مصلحة النظام، وهذا لسبب بسيط جدا، أنه مهما كان السوء يلي موجود في تاريخنا في حياتنا ما رح يكون أسوأ من النظام وأفعال النظام، خاصة في السنوات الأخيرة. يعني حتى مبارح يمكن اللي بيتابع المسلسل يلي ما بيتابعه، في أن عبي يحكوا أو قصة في فترة الانتداب الفرنسي وصولا إلى الجلاء، مروا بموضوع الثورة السورية الكبرى، موضوع الاستقلال 1945، قصف البرلمان. الحقيقة هذه المشاهد ممكن كانت تسود وش فرنسا لو عرضت قبل 2011، ولكن اليوم مهما كان يعني حاول يظهر المخرج والكاتب الوحشية اللي تعاملت فيها فرنسا مع السوريين، راح تطلع هي يعني شبه مسحة أو نكتة أمام اللي فعلوا النظام بالسوريين. فكيف ما دورناها للدراما راح تكون دائما ليست في خدمة النظام. من وجه آخر الحقيقة المسلسل فيه شغلة مهمة كتير، هو الرؤية البصرية يلي المذهلة يلي الحقيقة صنعوها أصحاب المسلسل، أعادوا تكوين دمشق القديمة. وأنا هذا بالنسبة لي يعني كان حلم دائم. يلي متابعني من قبل حتى ما بلش بالقناة كان عندي محاولة لكتابة رواية سميتها رواية تفاعلية، يعني كنت أكتبها وأنشر فصولها أول بأول على الفيسبوك على صفحة اسمها نبش القبور، وهي تماما بتحكي عن شخص عاد بالزمن إلى دمشق إلى ساحة المرجع، بغية أنه يحاور الشخصيات ويفهم منهم كيف الأمور تطورت خلال القرن الماضي. فأنا دارس يعني المرجع وشوارع دمشق وقت كنت خارج سوريا أكثر وقت ما كنت جواتها، وعارف تفاصيلها والأبنية لحتى أحسن أكتب وصف لدمشق. الشيء اللي عم نشوفه بالمسلسل قريب يعني جدا، ويبدو مماثل تماما لما كانت دمشق عليه في تلك الحقبة. كيف هذا الموضوع أجا في ضد الأسد؟ لأن شفنا في حملة واسعة على السوشيال ميديا أيضا صارت تقارن حقبة الفرنسيين مع الشام اليوم. يعني هل دمشق الهادية الوادعة الأنيقة بشكل أو بآخر، ساحة المرجع بالتحديد، ما ضروري ساحة المرجع الحقيقة ما نال الدمشقيين وفقط، لأن كل السوريين إلا كانوا يجوا على العاصمة وإلا ينزلوا أو يزوروا ساحة المرجع يلي عموما ما إلى انطباع جيد. نحن السوريين اللي عشنا في فترة حكم الأسد، المرجع كانت هي عبارة عن يعني مكان ليس له الأولوية وليس له هذه المكانة في قلوبنا. يعني حتى أنا ما أصبحت المرجع إلى هالمكانة إلا لحتى قريت التاريخ وبلشت أنبش به تاريخ سوريا. فظهار المرجع وبعض الشوارع المحيطة فيها في هذا المسلسل يلي بتمنى أنا على المنتج بشكل أو بآخر، هالمدينة ما بعرف وين بانية، أنه يكمل ويتيح كمتحف للسوريين لحتى يتعرفوا على سوريا
ما قبل حكم الأسد. بتمنى من قلبي في هيك مشاريع بكتير من الدول بيكون مثل مصغرات أو مجسمات صغيرة تتحول إلى متاحف، بتوقع بيكون قدم خدمة للسوريين لحتى يزوروا هالأماكن ويتعرفوا ويشاهدوا كيف كانت سوريا بتلك الفترة. كنا بنتأمل طبعا، وهذا الشيء لاحظناه نحن في الخارج، يعني محل ماني أنا وما مرة تانية ما رح سمي لحتى ما تكون القصة دعاية، على سبيل المثال إذا أنا صلي برات سوريا 13-14 سنة، من 14 سنة لليوم اليوم المدينة أفضل بكتير من 14 سنة، يعني ما بتحسر على وقت جيت شلون كانت وكيف كانت، لأن اليوم هي أفضل حقيقة، أفضل وأجمل. ولكن نحن مع الأسف وقت يكون في حاكم يعني يا هو متعمد أو هو لا يهتم أو ما بعرف شو قصته، ولكن من الملاحظ أنه في نوع من يعني الغل والانتقام تجاه الأهالي اللي ساكنين بهالمنطقة، دمر الغوطة، دمر أو ساهم في يعني تدمير كل المباني وتغيير معالم المدينة. ولليوم يعني في أمر اليوم يصبح ثانوي ولكن هو مهم، العمل في الساحات العامة إن كان من سبع بحرات في ساحة أمس شفتها في المزرعة، تغييرها وتبديلها في هذه المجسمات القبيحة الحديدية اللي لا تنتمي إلى تراثنا ولا إلى تاريخنا، بالإضافة إلى يعني كل العقود الماضية اللي غزا الباطون وأبنية مؤسسة الإسكان العسكري القبيحة الكالحة المتسخة أصبحت اليوم وشوهت المدينة بهذه الطريقة. هلأ لحتى نستغل الفرصة يعني باعتبار الناس مهتمين، طبعا أنا واحد من الناس اللي عم بشوف المسلسل أكتر شيء لحتى استمتع بهذه المشاهد، بغض النظر عن حبكته وعن روايته، يلي أنا بالنسبة لي أنا من الناس يعني شو ما طلع قدامي بحضر، بايخ مبايخ، منيح ممنيح، بالنسبة لي هذا الموضوع مثل الروايات، يعني عندي حقيقة يعني خلينا نقول هوس أو إدمان غير طبيعي على موضوع الرواية والأفلام والمسلسلات. خلينا نرجع للمرجع لحتى نحكي بعض الحقائق باعتبار فيها الاهتمام شعبي، وراح قبل ما نستعرض الصور، هل صور النادرة يلي هي موجودة بنسخة الأصلية عنا، يعني هي أنا حصلت عليها، اشتريت تقريبا آلاف الصور حطيتهم بمجلدات وسحبت بعض منهم لحتى حولهم لصور إلكترونية لكل المناطق في سوريا، رح خلي هذا الملف لتحسنوا تتصفحوه، رح تشوفوا رابط له في صندوق الوصف، وهنا في للمنتسبين لعضوية القناة رح تيح لكل يعني المنتسبين إلى العضوية عدد من الصور أنه يراسلوني لحتى أبعت لهم النسخ الأصلية، ما علي حماية مائية لحتى يحسنوا يطبعوها من اللي بيعجبهم من هذه الصور ويعلقوها في بيوتهم. هلأ يعني نحن شايفين مبنى البلدية، هذا اسمه مبنى البلدية يلي اليوم إذا بتعرفوا المرجع مكانه البناء القبيح اللي بيسموه الشربتلي، هذا المبنى ملاحظوا طبعا الخضار كيف كان واصل لقلب دمشق هي الغوطة. هذا مبنى البلدية بني في نهاية القرن التاسع عشر، يعني بآخر خمس سنوات تقريبا من القرن التاسع عشر، فإذا هالصورة في نهاية القرن التاسع عشر وقبل عام 1907. ليش قبل عام 1907؟ لأن ما شايفين في عواميد وأشرطة الكهرباء، لأن دخلت الكهرباء إلى دمشق في العام 1907، هو أيضا تاريخ وجود النصب أو افتتاح النصب التذكاري اللي هو بنسميه نحن عمود المرجع، وأيضا الترام، يعني 1907 بنربطه بهالثلاث أمور. بالإضافة إذا منشوف في يمين أعلى الصورة هالجمالون اللي بيسموه، هذا سقف فندق فيكتوريا اللي معروف أنه بني في بداية القرن العشرين، يعني ففينا نقول أنه هالصورة ملتقطة في بدايات القرن العشرين، وواضح نهر بردة وفي زينة، ولسه حتى الأعلام إذا مبينة عليكم هي أعلام الدولة العثمانية وفي زحمة، فعلى ما يبدو في مناسبة ما، على الأغلب سعيدة، الله يجعل كل أيامكم سعيدة. ننتقل للصورة اللي بعدها، هي نفس الصورة غير واضحة، هي صورة قديمة بس لحتى ورجيكم كيف من الطرف الآخر، يعني هذا اللي عم نشوفه هلا حاليا هو منطقة جسر فيكتوريا، كان جسر حديدي بهذه الطريقة، وهي الصورة أقدم من الصورة يلي قبل، لأن لاحظوا على يسار الصورة ما كان لسه فندق فيكتوريا مبني، لسه في أبنية سكنية، حتى في صدر الصورة إذا بتلاحظوا
ما مبين لا عمود المرجى ولا ساحة المرجى، ومبين كيف خضار يعني دمشق والغوطة ما زال يعني يغطي المدينة. وأيضا في ناس كتار، وأيضا على ما يبدو أنه في كان مناسبة، وهذا نهر بردة واضح كيف كان غزير المياه. هاي صورة كمان نفس الشيء قديمة، شلون بنعرف؟ بنعرف أنه ما في عواميد الكهرباء، فهي إذن قبل العام 1907. لحتى نتعرف على بعض الأبنية، في عنا هالبناء الموجود على يمين الصورة. إذا بنبدأ بأول واحد، هذا فندق وتغير اسمه أكثر من مرة، كان اسمه فندق أمريكا، بعدين صار اسمه فندق فيكتوريا، بعدين صار اسمه فندق أمية، طبعا انهدم وطلع مكانه، ومن ثم أصبح اليوم تماما هو فندق عمر الخيام. وعندنا هالبنائين، البناء الأول، وهذا شيء تقريبا عم نشوفه بمسلسل تاج، هذا بناء بسموه كان بناء العدلية، يعني اللي هو بناء المحاكم، وجنبه هو مبنى البريد البرق والهاتف. كمان يلي متابع مسلسل تاج بنشوفه أكثر من مرة دخل عليه وعمل بعض الاتصالات، وهي الساحة موجودة وكانت ما زالت ساحة ترابية. أيضا هي بنفس الفترة تقريبا نفس الملاحظات، ولكن هون خلينا نقول مبنى البرق والبريد مبين أكثر، مبنى العدلية وفندق أمريكا عليه، إذا ما مبين عليكم، ما زال العلم العثماني، وفندق فيكتوريا أيضا في طور البناء، عربات، ما في سيارات، ماني ملاحظ إذا في عواميد كهرباء، فإذا هي الصورة أيضا قبل العام 1907. في هالفترة بالتحديد، هلا هون بنشوف إنه لاحظوا هون هذا ترام، فإذا هي الصورة بعد عام 1907، هذا اللي بخلينا، وفي العمود عمود المرجى، فإذا في عنا دليلين إنه هي بعد 1907. وفي عنا هالبركة اللي ما عاد نشوفها، كانت بركة هي متصلة مع أحد فروع نهر بردة لحتى يشربوا منها الدواب يلي بيجروا العربيات. وهي صورة من الجهة المقابلة، يعني هي صورة تقريبا من الشرق إلى الغرب. في عدة ملاحظات، نوجد عمود المرجين، وجدت عواميد الكهرباء، عمدة الكهرباء، الترام بشكله القديم، أيضا شكل الترام ممكن نستدل منه على الصور، ما زالت العربات موجودة، لأن السيارة تقريبا ما دخلت إلى دمشق إلا بعد الحرب العالمية الأولى، فإذا هالصورة حكما قبل الحرب العالمية الأولى. ولكن لاحظوا فندق فيكتوريا اكتمل بناؤه بهذه الطريقة، وإلى جانب بناء البلدية، مبنى البلدية عبي عمرو بناء جديد يلي هو الصيدلية العمالية أو مركز الطبابة، أخذ أكثر من اسم، ولكن بناء ذو طابع طبي. وراء هذا اللي شايفينه هون هو السراي الجديد يلي كانت وزارة الداخلية يعني حتى العام 2011، أيضا بنيت في هذه الفترة. هذا هو بناء العابد، كان بهالطريقة. الملاحظ هون أنه في عنا عواميد كهرباء وفي عنا سيارات، فإذا هالصورة حكما هي بعد العام 1918، يعني بالعشرينيات، وعلى الأغلب بعد ما بدأ الانتداب الفرنسي. هالبناء الظاهر على يسار الصورة هو مسرح زهرة دمشق، وأيضا أصبح في صالة سينما إلى أن احترق، بتذكر في ثلاثينيات القرن العشر. أيضا هذه الصورة يعني هي من ساحة المرجى، من نصب التذكاري باتجاه خلينا نقول محل ما موجود اليوم برادات الحافظ. على اليسار بيجينا دخلة رامي، وهذا بناء البلدية واضح في الصدر. شايفين انه هون بناء الطبابة لسه ما نشأ، ولسه هل سبيل المعروف له طابع عثماني موجود. بناء اللي بني بجانب مبنى البلدية واللي استخدم لأغراض طبية، بني أثناء حكم الحكومة العربية، يعني دخل فيصل إلى دمشق، فإذا هي الصورة قبل ما يدخل فيصل إلى دمشق، وعلى الأغلب ما زال الحكم العثماني، وهذا واضح من الشعار الموجود على مبنى البلدي.
نفس الشيء هلا رح اترك لكم تستنتجوا تاريخ الصورة تماما، عمود المرجع 1907، الكهرباء 1907، فندق فيكتوريا خلص تشييده معناته بعد العام 1900، ما زال مبنى العدلية موجود، ولكن لاحظوا فندق أمريكا تم هدمه. الحقيقة ما أنا بالنسبة لي ما كتير عندي معلومة دقيقة إما تم هدمه لحتى يطلع فندق يلي سمي أمية، ولكن إذا شايف هون، إذا شايفين بأسفل الصورة في سقف السيارات موجود، فعلى الأغلب هي الصورة في العام 1920. هي الصورة أدم الصورة يلي قبلها، وواضح فندق أمريكا أو فندق فيكتوريا، ليس الكبير، هذاك الكبير يلي كان محل جسر فيكتوريا، وهذا مبنى البلدية واضح هون بشكل كبير، هيك كان شكله. هاي الصورة لمبنى البلدية، ومكتوب على الصورة أثناء وصول أو زيارة غورو، جنرال غورو، ببداية الانتداب الفرنسي إلى دمشق. وهي الشباب المحتلين الفرنسيين أصحاب تاج موجودين في هذه المناسبة. صورة واضحة جدا وقريبة أيضا للمرجع، نصب المرجع صار على يسارنا. أرجو ما أكون أنه طولت عليكم يعني، ولكن هون بس أول شيء عم نشوف نتعرف على الشام، شامنا كيف كانت، وتاني شيء نأخذ بعض المهارات يلي بتخلينا نحكم على الصورة، خاصة في دمشق في كهرباء مرة تانية. ما زال هلا هالفترة ممكن تكون مع أنه مانو يعني مانو موجود سيارات فيها، ولكن اللي لفت نظري هو الكتابة على مبنى البريد، ما ضل بالعثماني، أصبح بالفرنسي وبالعربي. فإذا أيضا هذه الصورة على الأغلب بعد العام 1920، وهدون اللي شايفينهم هن كتاب المحكمة ويعني معاقبي المعاملات. صورة أيضا اللي بتشوفوها بأكثر يعني، في هاي الصورة والصورة اللي بعدها هي يعني أوضح وأوسع، بنشوف الترام القديم، الكهرباء، عمود المرجع، هالجمال اللي كانت ما زالت مستخدمة، ويحمل عليها شجر الحور الذي يأتي من الغوطة ويباع في هذه المنطقة، وواضح زقاق رامي بجانب مبنى العابد. هاي صورة من مأذنة جامع الموجود في شارع النصر باتجاه المرجع، وأيضا منشوف سيارات، ترام، الكهرباء، الأبنية العثمانية ما زالت موجودة، ولكن باعتبار في سيارات فهي حكما بعد حقبة الحكم العثماني. والغوطة واضحة، يعني لاحظوا أنه الغوطة لوين كانت موجودة، يعني ما كان في كل الأحياء هي الجديدة، التجارة، شارع فارس خوري، ما كل هالمناطق كانت هي عبارة عن أشجار. صورة من ساحة المرجع، وهي صورة نادرة، صار بناء العابد على يميننا، وهالمبنى هاد يلي بتوقع اليوم مكانه فندق سمير، مبنى مسرح وسينما زهرة دمشق، هون في مقاهي. وعلى يسار الصورة المفروض يكون مبنى البريد والعدلي. لاحظوا هون فندق أمريكا تم هدمه، هلا بنشوف الفندق يلي طلع محله. عمود المرجع، هي في فترة متقدمة أكثر اكتمل بناء الطبابة الموجود ب يعني ملاصق لبناء البلدية، فندق فيكتوريا مكتمل، و لاحظوا كيف فندق أمية طلع إلى جانب فندق العدلية، ما زال موجود على يمين الصورة، وهذه السيارات. فهذه الصورة يعني نهايات العشرينيات القرن الماضي، صرنا بالخمسينيات، كيف بنعرف من نوع السيارات الموجود في المرجع. وهذه الباصات أو الحافلات هي كانت تنطلق من ساحة المرجع إلى بغداد مباشرة، كان في أكثر من شركة شهيرة، ولكن الملاحظ ما زالت أبنية العثمانية موجودة يلي هن العدلية، يمكن يكون تغير توظيفهم أو استخدامهم، والبرق والبريد بحاجة إلى تحقيق. هاي صورة متقدمة أكثر وملونة يدوياً.
تقريبا نفس الصورة من زاوية أخرى وهي ملونة نظريا، وبلشت تتراجع المرجع. هدم مبنى البلدية، لاحظوا هون مبنى البلدية ومبنى الطباب الملاصق له، ويعني إذانا ببناء الشربتلي القبيح. وأيضا هون كل الأبنية اللي كانت في المرجع ما نفد من الهدم إلا مبنى العابد. لاحظوا كيف هي يعني في السبعينيات. آسف إذا كنت طولت عليكم، ولكن يعني لازم نتعرف. هذا الملف مثل ما قلت لكم رح يكون موجود، رح تحفظوا بالرابط، رح خليه إمتى ما بدكم فيكم تتصفحوا. رح مثل ما قلت اكتب للمشتركين بالكوميونيتي بشكل خاص لحتى ينقوا من أي من هذه الصور الموجودة، ويبعتون لنا على الواتساب لحتى نبعث لهم إياها بريزولوشن عالي، ممكن طباعتها أو عرضها مثل ما من فترة حكيت على شاشات LCD عن مدينة دمشق. نهاية بدي أقول شفنا مبارح موضوع القصف طبعا بال 45، وفي عنا الثورة السورية الكبرى أيضا، يعني هي حدث مهم. أفضل يعني أو من أفضل الكتب اللي حكت عن الثورة السورية هذا دمشق تحت القنابل لصحفية فرنسية كانت موجودة وعاصرت الأحداث من عام 1925 ل 1926، تحكي بالتفصيل عن القصف الفرنسي يلي المفروض أنه طبعا هو قصف وحشي وتسبب بقتل كثير من السوريين والأذى لممتلكاتهم، ولكن مرة تانية إذا بنقارنه مع ما يجري اليوم يطلع الموضوع عبارة عن نكتة وبايخة يعني لا تستحق حتى الضحك. أيضا هذا الكتاب رح تيحوا له يتصفحوا السادة متابعي القناة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.